سدن يعني مثل ما بيقولوا. شو أبرز المشاريع اللي عم بتحضروا لها كمان مستقبلا؟ مستقبلا اساسا هلا عندنا مشروع مع على البيئة للبيئة، الشط اللبناني بمنطقة الرمل البيضاء. نعم. عم نجهز لهم للسنة القادمة، عم نجهز لهم معدات لإنقاذ الأشخاص عم تتعرض لحوادث على البحر. لها الصيفية أو الصيفية 2012؟ لا هلا بالصيفية يعني. هيدي حنبلش فيه المشروع إن شاء الله. عندنا مشروع مع مشان كل شيء المخدرات ومحو المخدرات وكيف معالجتها، عم بينعمل مع جمعيات عالمية، عم نشتغل فيه مع جمعية منتر العالمية اللي هي تتبع للأمير طلال بن عبد العزيز. نوجه لهم تحية لأنه حقيقة عم نشتغل نحن وياهم كثير منيح بهالمشروع. في عنا عدة مشاريع بترجع للإديوكيشن، يعني عنا مشروع مشاريع موجودة وحاضرة. هذا عم بحكي أنا كنادي، نادي بيروت متروبوليتن. في عنا بلبنان في عنا 24 نادي وكل نادي نشاطاته وحدة. نحن ما بنتعلق مع بعضنا بالنشاط، نحن كل نادي كل نادي عنده نشاطه الخاص وكل نادي بيشتغل لوحده، حتى بالمنطقة كل منطقة بتشتغل لوحدها، ما في إنه حدا عم بيفرض علينا. بس على أنت ببيروت بس كان بيقول مثلا هن ببيروت ومثلا جهزتوا مدارس بصيدا، يعني ايه ما بتضلكم محصورين؟ مش محصورين نحن اساسا وين ما في، لأنه في مناطق ما فيها. طيب مثلا تاريخ عكار ما فيها روتري، طيب شو ما بنعمل مشاريع بعكار؟ بالعكس عملنا عدة مشاريع. هلا احنا قايمين بمشروع حلو كمان مع الكشاف اللبناني، عندن كامبينج كبير بالبقاع، عم نجرب نجهز نيه ببير مي حتى يقدروا يكونوا يكفوا حالا انه يقدروا يكفوا للكشاف اللبناني. قد ايه وقته هال احنا كله الكامبينج هو موجود على طول عند الكشاف اللبناني، هذا موجود دائما، بس احنا عم نجهز لهم شيء عندن ثابت يكون عندن كبير مي وكهيك. طيب اي متى الروتري ما بتقدر تنفذ مشروع؟ دايما ما في شيء عنا انه لازم نقدر ننفذ. لا اي متى روتري الدولة بيرفض مشروع معين؟ اذا ما في كريتيريا، في شروط معايير. واضحة معايير واضحة للكل. اذا المشروع من ضمن المعايير ما حدا بيرفضه. بس اذا في خلل باي معيار الروتري بده يرفضه. يعني احنا لليوم صرنا عاملين بحوالي اكثر من 10 مليون دولار مشاريع بلبنان كروتري، وهذا شيء بنفتخر فيه. أكيد مش عاملينه من مالنا، عاملينه بدعم من الروتري الدولي ومن الأندية بالخارج، والكل شيء بيكون من ضمن المعايير المحطوطة كله بيكون مرتاح. وأنتوا بتتصلوا بالدولة اللي بتكون تتعاونوا معها بمشروع معين؟ نحن عنا أساساً الروتري هي مؤسسة بتضم 1,200,000 شخص بالعالم، موزعة على 33,000 نادي موجودة وين ما كان بالعالم. من هون بنشتغل نحن كأندية مع بعض، بنتصل مع بعض كأندية، والأندية يعني بتمثل كل نادي بيمثل منطقته. وبصير التعاون مع بعضنا. هلا مثلا اتصلنا بهالمشروع بالبحرين، بالمشروع الثاني بنتصل بقطر مثلا؟ لا قطر ما في روتري اساسا، بالمحلات بالاماكن اي. لا اساسا عاده بنشتغل مع الدول الاوروبيه، مع دول امريكا، مع نحن عندنا مجموعه خلقت بامريكا اشتغلنا نحن وياهم. الوقت اللي التقينا نحن وياهم اول مره التقينا فيهم كثير لبنانيه من الاصل اللبناني، يعني هالجماعه المجموعه عملوا شغله انه اخذوا نادي لوحدهم سموه LA سيدرز، يعني صار هالنادي اسمه LA لوس أنجلوس مع سيدرز لبنان، وكل أعضائه لبنانيين، وعم بيعمل مشاريع مع كل الأندية بدعم لكل الأندية بلبنان. يعني هون بنشوف كيف الوضع اللي عم بيمشي، انه الشغل بده يكون في اكيد تعاون دولي، بس اكيد اللبناني بالاغتراب عم بيساعدنا كثير. نعم. وكمان يمكن الروحيه اللي بتجمعكم انتم كاعضاء روتري، يعني كلنا بنعرف انه هو نادي يعني فعلا بيمشي بخط معين، كل نشاطاتكم دائما اكيد عم بتكون هادفه، بس في نشاطات عم تقوموا فيها انتم كروتري، يعني تنقول روتري لبنان برات لبنان، يعني مثل مثلا هلا روتري البحرين هو ساهم معكم بالنشاط اللي قمتوا فيه، فين انتم كلبنانيه روتري لبنانيه عم بتساهموا بنشاطات يعني خارج لبنان؟ بالحرب نحن بصراحة نحن جماعة بحاجة لمن يدعمنا. أوكي. برا من بحاجة لمن يدعمنا، بس نحن بحاجة لمن بس على المثال يعني هيك مرة عطيونا مصاري من نادي مش لوس أنجلوس بواشنطن دي سي، عطيونا مساعدة لمشروع عكار، وطلبوا منا بالمقابل انه اذا فينا نساعد بمشروع عند الحياة. دفعنا نادينا دفع 2000 دولار مساعدة معه، بس تنكسر لنا عينا يعني، بس مش كمان نقول لهم لا كمان نقول لهم لا. بس احنا اهم مشروع كروتري بالعالم ككل ماشي هو محو البوليو ان شاء الله للاطفال، وتمكننا خلال هالسنين من انه تحولنا من 125 دولة كان فيها بوليو
اليوم صار عندنا 4 دول بس بالعالم صافين بوليو. هذا كله الروتري ابتدأنا فيه بال85 لليوم قدرنا نمحي كل البوليو تقريبا بالعالم. بالماضي كان فيه بالسنويا 2 مليون كيس هي مصابين بشلل الأطفال، اليوم وصلنا لأقل من 1000. مثلا تتعاونوا مع اليونسف أو منظمة الصحة كله العالمية؟ صح. كل هذا المشروع نعمل مع اليونسف ومعمل مع الـ WHO ونعمل مع الوزارات الصحة بكل العالم. أستاذ إنياس قدي صار لك بالروتاري؟ صار لي من سنة 84، يعني بيكونوا بحدود 27-28 سنة. طيب بتستقبل الروتاري وبالنوادي أعضاء جداد؟ على طول. نحن عنا أنا السنة مسؤول عن تنمية العضوية بكل المنطقة، مثل ما يعني المنطقة اللي بتضم 10 دول. نحن عم نشتغل على عنا مؤتمر بلبنان حيكون بشهر 15 سبتمبر لكل المنطقة عن تنمية العضوية، حيكون بلبنان بأوتيل بلبنان أوتيل فندق الرويال. نعم. نحن بدنا نشكر حضورك معنا أستاذ إنياس معوض، محافظ سابق لأندية الروتاري، وهيك عملنا جولة على مختلف النشاطات. إذا بيكون في شيء نشاطات تاني خبرونا تبغوا نرجع نحكي عنها. أساسا ممنونين كنا أعطانا شوية وقت من عندكم، هذا شيء ربح لنا. شكرا. ثانك يو. يا أهلا وسهلا.